بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. انت أعلنت انطلاقة شوطنا الخامس بمجموع الأشواط. الشوط الخامس يحمل فئة الإبكار، ونتابع الصدارة والمركز الأول. تتقدم هناك على البداية هذه ألف المركز الأول حاملة رقم 26 تتقدم بهذه اللحظات الشاهينية. بنشوف اسم هذا الشعار هنا على مقدمة الشوط، بينما اللي تجاوزت من الجانب الآخر بهذه اللحظات الشاهينية مسلم بن نايد بالزفنة، بينما المركز الثالث الوصول والتقدم بهذه اللحظات أيضا من الغادمة أيضا شديدة سعيد بن محمد مهنا، بينما المركز الثالث يسلم الله الله الله. شوف اللي وصلت، شوف الشاهينية جابر بن حسين بن مسعود الأحبابي، وهناك شعار أيضا مسلم بن نايد بالزفنة، ولكن الأحبابي جابر بن حسين بن مسعود الأحبابي من يقدم الشاهينية على مقدمة الشوط على المركز الأول وبالزفنة مع المركز الثاني. وشوف أيضا شديدة تحاول سعيد بن محمد بن مهنا، وشوف اللي واصله. بسم الله ما شاء الله 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 الله. اللي وصلت، اللي غيرت الشامخة 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 سلطان بن علي بن ميرين. سلامي على هذا الأداء المميز مع بن ميرين. الشامخة سلطان بن علي بن ميرين من يقدم الشامخة والنقطة الثانية بهذا الصباح. سلام بن ميرين، سلام سلام الشامخة سلام. المركز الثاني كانت في شاينية مسلم بن نايد بالزفنة، المركز الثالث وصلت في ثالث الأسماء أيضا كانت في أيضا شاينية عبد الهادي بمسلم، بينما التوقيت الزمني تحطم التوقيت دقيقتين 13 أو ثاني أفضل توقيت، دقيقتين 13 ثانية توقيت الشاينية بشعار سلطان بن علي بن ميرين. تانينا والناموس مالك الشامخة.